أهلا وسهلا فيكم اليوم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف. أول إشي بدي أشكركم كتير على متابعتكم للفيديو تبعوني وللتشجيع اللي عم لاقيه منكم، وشكرا كتير على تواصلكم معي والأسئلة اللي عم تطرحوها علشان أقدر أنا أدعمكم بهاي الفترة الحرجة من حياتنا. إجتني أسئلة على الفيديو تبع التغذية والأدوية الطبيعية اللي إحنا ممكن ناخدها أو نعملها بالوقت الحاضر علشان نقوي جهاز المناعة ضد الكورونا فيروس. أول إشي أنا بحب أحكي إنه بهاي الدقيقة ما في لسه علاج للكوفيد 19. كل شيء الناس بتحكي فيه كلياتها أيذر أشياء منا صحيحة أو أشياء صحيحة وبتساعد بدعم الجهاز المناعة لنقوي جسمنا، بس هي مش علاج. سو لهالنقطة لهالدقيقة ما في علاج للكورونا فيروس. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها إنه الفيديوهات اللي أنا بعملها هاي فيديوهات للتثقيف والتعليم وتوسيع المدارك، لأنه بهيك أشياء ما فيني أحكي بطريقة مخصصة لشخص معين، لأنه كل احتياجات كل شخص غير عن الثاني. فعشان هيك المعلومات اللي هاي موجودة للتعليم ومش معلومات بهدف التطبيب، وإذا الواحد عنده أي مشكلة مفروض يروح يحكي مع الدكتور تبعه الفاميلي physician او الهيلث كير براكتيشنر تبعهم. الشغله اللي كمان بدي احكي فيها، اذا لا سمح الله حاسس في عندك اعراض للمرض الكوفيد 19، ذن اول شيء لازم تعمله انك تتصل اذا بكندا عنا او باونتاريو بالتلي هيلث لاين، وما تروح على الدكتور او الكلينيك او المستشفى. يو كول ذم، تحكي معهم وهن بيقولوا لك شو تعمل، وممكن يبعثوا لك حدا اللي يعملوا لك الفحص عندك ببيتك. والشغلة الثانية المهمة كتير انه نعمل self isolation، انه اذا الواحد حاسس في عنده عم بمرض او اعراض المرض then خلينا نعزل حالنا. هلا خلينا ندخل بالموضوع. انا حكيت على فيتامين سي وفيتامين دي، التو من الفيتامينز اللي ممكن يساعدونا بانه احنا نقوي المناعة تبعتنا. فيتامين سي هو مضاد للأكسدة، وكمان نستخدمه as a cofactor، يعني بدخل بعمليات مع الانزيمات بيساعد فيها بعمليات الفسيولوجية اللي موجودة بالجسم. هلا اذا بتسألني قديش انا ممكن اخذ فيتامين سي، هذا السؤال اللي انطرح، هل فيني أخده مع فيتامين دي أو مع أي إشياء تانية؟ السؤال الجواب عندك. الجواب بيكون فيتامين سي الكمية اللي بتتاخد بتعتمد على أشياء كتيرة، منها نمط الحياة اللي بعيشها البني آدم، منها طريقة التغذية، منها الحالة الصحية، منها إذا بياخد أدوية ولا لا، ومنها كمان بتعتمد هل بدخن ولا لا، وفي كتير عوامل. علشان هيك ما فيني بفيديو زي هذا لما بحكي مع جمهور عريض من الناس إنه أنا أقول فيك تاخد هالقد هالقد هالقد. هلأ حقلكن بوجه عام إيش اللي ممكن ناخده. بس ليش فيتامين سي بالذات؟ فيتامين سي قد ما هو مهم بالجسم بهمنا بنستخدمه بصناعة للهرمونات، للكولاجين للجلد، ولا كمان الإميون، بيساعد إنه يقوي الإميون سيستم أو جهاز المناعة. فيتامين سي لقوا إنه فيتامين سي بيحارب كل أنواع الفيروسات، يعني ما في فيروس لهلأ فيتامين سي ما قدر إنه يحاربها أو إنه يساعد الناس إنها تتغلب على الأعراض تبعت الفيروس هذا. والفيروس مثل مثلاً الإنفلونزا أو الفيروس تبع النيمونيا أو السارس، بكل هاي الحالات فيتامين سي ساعد على إنه يقوي المناعة ونخلص من الأعراض بسرعة كبيرة. هلأ بتقول قديما داخد؟ فيك تاخد من 3 جرام باليوم مقسمة على 3 دفعات. فيتامين سي is water soluble which means إنه هو بدوب بالماء، فمعناها الجسم ما بيخزنه. والشغلة الثانية كمان، فيتامين سي إحنا كهيومن بيينجز ما منصنعه ولا
اظن يمكن بس القطط اللي بيصنعوا فيتامين سي، انا هلا ناسيه، بس انه احنا ما فينا نصنعه، فعشان هيك لازم ناخده من مصادر غذائيه او من السبلمنتس او الادويه الطبيعيه. فعشان هيك ممكن ناخد احنا او نبدا، اذا ما عنده الواحد اي اعراض وبده بس هيك كحمايه، ممكن ياخد as little as 3 grams. So 3 grams، اذا بتاخد حبه 1000 جرام، then 3 مرات بالنهار مقسمه على 3 دفعات. لا سمح الله اذا الواحد صار عنده حاسس عنده مثلا حتى الفلو او نيمونيا او اي انفكشن اي شيء من هذا الحكي، او اذا صار معه الكورونا فيروس، ممكن then ياخذ كميه فيتامين سي بكميه اعلى. هاي بتساعد على انه يتغلب على الاعراض تبعتها بسرعه. قد ايه ممكن ياخذ؟ ممكن ياخذ 4 ل 5 جرام كل 4 ل 5 ساعات، او كل 3 ل 4 ساعات. سو 4 ل 5 جرام اللي هي مثلا اجين اذا 1000 جرام بناخذها حبه، اربع حبات او خمس حبات كل 3 ل 4 ساعات. فهيدي هي، فهذا فيتامين سي. اللي حابة لكم إياه على الفيتامين سي إنه بمستشفى جونغانغ اللي هو بووهان يونيفرسيتي عم بيعملوا هن هلأ على الكورونا فيروس، عم بيعملوا زي علاج وبيعطوا للمرضى اللي بالمستشفى آي في اللي هو بيحطوه بالدم الفيتامين سي بإنترافينوس إنجكشن بكمية 24,000 ميلي جرام. سو الكميات العالية من الفيتامين سي لقوا انها بتساعد كتير بالقضاء على الفيروسات. اجين احنا عنا هون، انا بعرف الناتروباث دكتورز هم اللي ممكن يعملوه او الأورثومولكيولر دكتورز. other than that ناخدها أورال، فيك تاخد 3 4 أو 5. الشغلة الثانية اللي احنا بنحكي فيها as holistic nutritionist انه الواحد ممكن ياخد فيتامين سي until bowel tolerance. what that means انه الواحد ممكن يضل يزود الكمية as long as انه حاسس عنده اعراض ومريض على الاخر، لغاية انه ما يصير مع اجلي واجلك اسهال. لما قبل ما يوصل او لما يصير معه اسهال then بيقلل، بيعرف انه هاي المقدار اللي ممكن ياخده الانسان يوميا. So هيدا فيتامين سي. هلأ الطريقة اللي ممكن تاخدها فيها زي ما حكينا، في عندك حبوب، في عندك باودر، في عندك ليكويد، اي اشي متوفر لك خده. هلأ ارخص اشي واكتر اشي اللي هو الواحد خاصة اذا بدي ياخد كميات كبيرة بتكون احسن اشي اللي هي البودرة، واسرع كمان طريقة للامتصاص بالجسم. سو خلصنا هلأ الفيتامين سي. خليني بسرعة احكيكم على الفيتامين دي. الفيتامين دي عكس الفيتامين سي it's fat soluble which means انه الجسم بيخزنه بالخلايا، بالدهن اللي بالخلايا اللي عنا. معظمنا بكندا لانه احنا ما بنتعرض لشمس كتير عنا بيكون فيتامين دي deficiency او بيكون اقل. فيتامين دي كمان بيساعد باشياء كتيرة، مش بس بالمناعة، بيساعد بوظائف كتيرة بالجسم، وكل يوم نكتشف زيادة وظائفه اكتر من اول. هلأ اللي عنده فيتامين ديفيشنسي وباين بالبلد، الميديكال دكتور عادة طبيبه بيعطي كميات عالية من فيتامين دي. للناس العادية اللي زينا، إذا ما عندك ديفيشنسي وبدك بس على أساس إنه الواحد ما عم بتعرض للشمس وجوه البيت، في ياخد 5000 international unit per day، يعني كل يوم 5000. الاشي بالفيتامين دي انه بتاخد وقت، يعني مثلا لو هبطة نسبة الفيتامين دي عنا بتاخد وقت لتوصل للإفكتيف ليفل، يعني مش على طول بتوصل للليفل اللي الواحد حيشوف فيه نتيجة او انه يشتغل بطريقة كويسة. فعشان هيك ممكن ياخد الواحد 5000 باليوم لمدة اسبوعين، وبعد هيك ممكن ينزل ل2000 international unit كل يوم. هلا بما انه فيتامين دي از فات سوليبل بتخزن بالجسم، انا باخده مره واحده بالاسبوع وخلص بريح حالي، لانه مش اوقات كتير ما حتذكر انه كل يوم اخذ الشغله. واجين
لازم تعملوا فحوصات، إذا حاسين عندكم نقص الدكتور تبعك ممكن يشوف النتائج تاعتك ويقول لك إذا عندك فيتامين دي ديفيشنسي. بس أجين قبل ما ناخد أي إشي من على الكاونتر، إن كان أدوية ولا إن كان أدوية طبيعية ولا أي إشي، كتير أنا بشدد على إنه تحكوا مع الميديكال دكتور تبعكم وتحكوا مع الهيلث كير براكتيشنر، إذا عندك أكيوبنكتشرست، عندك كايروبراكتر أو نيوتريشنست أو دايتيشن، تحكوا معهم بهاي الأشياء قبل ما تاخدوا أي إشي، لأنه ما بتعرفوا أولاً الكمية الدقيقة اللي لازم تاخدوها، ايش في كونترا انديكيشن، اذا في تعارض مع الادوية اللي عم تاخدوها. تضلوا دايما بصحة وعافية، وشكرا كتير على متابعتكم وعلى انه اعطيتوني فرصة اني انا اشرح زيادة عن موضوع الفيتامين سي ان دي، واذا احتجتوا اي اشي انا موجودة وبالخدمة. شكرا كتير والله معكم، وتضلوا بصحة وسلامة. اشوفكم بالحلقة الجاي من Raja Talking Life. Thank you so much. I love you all.